السلام عليكم حق الشباب، معكم مي. طبعا اول ملاحظة واضحة بشكل طبيعي انه فيش فيس كان في هذا الفيديو، واليوم رجعت لكم شباب ما اني انا سيد السكاكين في لعبة بلاك اوبس 4، او على الاقل افضل لاعب سكاكين في الوطن العربي. وبما اني انا الشخص اللي عندي السكين الذهبية للكومبات نايف والسكين الذهبية لسيكريت سانتا، اليوم جبت لكم السكين الذهبية للسكين الجديدة، او مش الجديدة، نزلت قبل اسبوعين، تشاتشينج. طبعا هذه هي السكين الجديدة، نزلت في الموسم الثالث من بلاك اوبس 4. لو تشوفوا بتقدر تطلعوها على تاير 25 من باتل باس الجديد. طبعا انا عشان ما اخليش الفيديو طوله 7 ساعات، عملت كل المهمات على السكين. لازم تجيب 200 كل عشان تفتح هاي تخلصها، بعدها لازم تجيب 10 باكستابر، هان لازم تجيب 5 سرفايفل، هان 5 ريفنج، طبعا هون لازم تجيب 5 بلاد ثيرستي. طولت عليها كثير بس في الاخير عملتها، وفي النهايه لازم تجيب 5 باك فاير. باك فاير بكل بساطه لازم تقتل واحد بالسكين، تاخذ سلاحه وتقتله فيه. لازم تعمل هذا الشيء 5 مرات، عملته 4 مرات، ضل مره واحده هسه برجيكم اياها. خلونا نبلش. او صحيح هذا الكلاس اللي بستعمله. واو، انا احسن لاعب سكاكين ولا ها؟ بقدر اخذ هاي سكينته ذهبيه. او ماي جاد، اوكي لازم اقتله في سكينته. ان شاء الله اقدر اشوفه، اذا شفته قتلته بسكينته بكون احسن شيء عشان اجيب السكين الذهبيه تبعتي. هذاك هو؟ لو اني قتلته قاعد في السكين مخباني. اي سوير. اوكي هاتها، مش هاي هاي. طيب اشوف هسه وجي. اوكي 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 وينه؟ يو كانت بي بلادي. تعال اوكي هاتو 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 هاتو. اوكي هذا من مدى بعيد، خليك هنا لحد ما يجي الشب الحلو تقتله. مين هو؟ اوه شيت. هيل 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 سراشر. ها ناقصني اموت هسه بالصدفه. ايوه جبناها سكين ذهبيه صح؟ ينصر دينك. يا اخي اخيرا جبتها. هلا فيش عندي اي مشكله. اوكي راح الاقي واحد هان راح اخبطه. لول اوكي شيت. طبعا هذا اول جيم في اليوم، فعشان هيك انا يعني مش من مستواي الطبيعي، ولا انا في العاده افشل من هيك كثير. هو تويز كم لاعب سكاكين محترف وكالافضل في العالم العربي، انا بحكي لكم انه احسن طريقه عشان تضرب واحد بالسكين انك تيجي لو بلو، على اساس انك تخبط لتحت، فعلى طول بيعمل ريست للسكين. اوكي هلا بالعدو، في عدو هنا اول شيء، بس نخبط هذولا، نخبط هذا. عن جد في مرات جلتشات بتصير في السكين مش عارف كيف، يعني انا جايب 4 كلات او 4 كلات. طبعا ممكن اجيب لبسه هسه بالسكين. صعب اروح هناك، المنطقه مفتوحه كثير، بقدر اجي هيك هسه. اوه شيت. اخبط ايش ها؟ مش عارف ليه ما رضيش يخبط، شفتوا كيف؟ قدم خبط بس ما صابوش، مش عارف كيف. لا اوكي جبنا واحده منهم على الاقل. ها لول ميجا لول. تعال عزيزي تعال عزيزي تعال 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 تهربش. تعال اوف جبت كمان بلاد سيرستي. نعمل هيك في واحد هان. ايش قاعد تسوي حبيبي؟ حاول تقتلني انا. انا افضل لاعب سكي في العالم العربي. اوه شيت. نجيب لنا شيء بسرعه. جان شيب جان شيب جان شيب جان شيب يا بي. او ثريشر. اوكي اوكي نوت باد ثريشر بقبلها. هي 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 قتلت اصحابي حيوان. هي 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 اسكت. نو انت الثاني تعال. نو انت الثالث او الرابع مش مشكله. اوكي مات انت. لا لحد هسه ثريشر ما جابت ولا كل. اوه لا ينعن شت كامبر كلب. هذا انت صح؟ تع ينعن شت. اوكي لا هنا فزنا. حلو جي جي 19 ل 29 ل 19. مش بطال كاول جيم يعني. لازم نشوف السلاح، وها هو السكن الذهبي لسلاح تشينج. يعني دام يا رجل، معي كيس ذهبي معبى ذهب، اشي خرافي. ناخذ بروفيت عشان عنده عليه سكن المصاري مع كيس الذهب. اوكي شباب هذا هو السكن،
يعني مش عارف شو أفرجيكو. كيس ذهبي، المهم ذهبي وانتو معكم مشي. يلا نلعب. تعال تعال تعال، هذا كيسي، هذا كيسي، هذا كيسي. وليه مش قادر اضربه في كيسي؟ اخيرا شكرا. كهربا لول، عدو ثاني هان، ميجا لول، عدو ثالث هان. اه راحت علي خلص. كنت اجيب تريبل عشان افعل السكين، بس صعب التريبل يا اخي. اوكي شت ريلاكس، اهدى. واو 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 هايل. كعبك سكبس تريلود على سكين. واو مسعود انت دائما تبهرني. قاعد ثاني ها. اوكي جبت بلاد سيرستي مش عارف كيف بس جبتها. هايل 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 هايل. هذا عدو صح؟ اخ تعرف لو قتلني بعد ما مشى قدامي هاي المشيه كان انتحرت. واو عن جد صاحبي. واو واو هذا كان تبعي. هلو ذا نو. ليش ليش ليش؟ اوكي 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 اوكي. واحد عن جد قسما بالله. واحد يا الله هذا الشوتجن الجديد. اوكي مباراة دث ماتش اخيرة. اه نايس ان شاء الله. اي سوير تو. وقف عمي شكرا. اوكي واو ما شافنيش. شافني لا. اوكي شافني. راح اعمل حل جاي من هناك بس انا جاي من هناك. اوش عند كبست اي بالغلط. انا حمار. واو مسعود كنت بي سيريس. واحد اثنين تجيب الثالث. يا الله يبقى جلسة هيك هيك. واحد اثنين يقدر اجيب الثالث بس راحت عليه. حسا ما تتفدري. اوكي في حد هالكان هذا. تعال شو سكين ما سكين. تعالوا موت بطاطا على سكاكين. صرت بس احرك حرك خلاص بطلنا نلعب سكاكين. اوكي جبنا بلاد سيرستي بس متنا يعني. طيب شباب هذا المقطع ان شاء الله المقطع عجبكم لايك وشير سبسكرايب. هذا هو شكل السكين هي متفعله وبس. حطوا اشتراك لأفضل لاعب سكاكين في... آخ زي كده أنا بحكيك. يلا السلام عليكم.